محمد عنده سر كان مخبيه عليك هذه 6 سنين وما قالوا حتى واحد. من 6 سنين اليوم أول مرة يحكي فيه الإنسان حكاه معايا اليوم. على بالي بلي محمد ما قدرش يواجهك، ما قدرش يصارحك، وما قدرش يحكي لك، وجاز تنجد بيا اليوم في البرنامج باش نعاونوه يقول لك الكلام اللي هو حاب يقوله. محمد قبل ما تحكي لها على السر اللي راك مخبيها عليها قلت لي حاب نشكرها ونكرمها. تفضل قولها وش كاين في قلبك من بعد احكي على السر. تفضل. انا جيت هنا البرنامج بنقولها على وات السر، يعني اللي انا جامي خبيت عليها زعما السر كيما هذا. يعني 6 سنين بزاف، قاعد تشوف في روحي 6 سنين بزاف. فاطمة أنا يا عندي مرض، مرض تاعي مشي تاع كيما كنت نروح تاع الهشاشة تاع التهاب. أنا عندي سرطان فاطمة. سمحي لي ما قلت لكش يعني في الاول، جاي نطمنك سماح. يعني الضمير تاعي كان كل يوم يأنبني، كي نرقد أنبني، ما لقيتش اي حل، ما لقيتش يعني. وكان مشي الحصة نظن هذا السر يروح معايا. ربي دا له وقته. اليوم راني نقول لك ماشي، ما حبيتش نقول لك مشاكل اللي عندك تي ثاني، حبيت زيد مشاكل لي على مشاكلك. شكل الاطفال، شكل الخدمه، فيها بزاف صوالح. ثاني مرة نطلب منك سمعي لي على كل يا رب. أنا حتى إلا روحت، حتى إلا مت، قدر بيد الله الأمر. كي راني أنا في الحصة هذه وراني قدام 40 مليون، يعني 40 مليون ما تخلاش عليك، 40 مليون جزائري ما تخلاش عليك. راني عارف الجزائريين، وراني عارف قدر نتاعهم. وسمحي لي ثالث مرة. فاطمة نقول لك حاجة، نحبك بزاف فاطمة، نبغيك بزاف. تريني أنا الأب، يعني تقولي لي بلي الأب نتاعي، يعني بالك الأب نتاعي جا ربي يهدى منه، قلت لك أنا هو الأب نتاعك، أنا هو كل شيء.